كانا على بعد كيلومترات فقط من بعضهما، لكن الأمير هاري ووالده لم يسبق لهما أن كانا بهذا البعد. من جهة، حضر الأمير هاري قداسا بمناسبة ألعاب إنفكتس في كاتدرائية سان بول بلندن، وعلى بعد 3 كيلومترات تقريبا استضاف الملك تشارلز أول حفل سنوي في حديقة قصر باكنغهام. ومع ذلك فلم يلتقي هاري بوالده خلال هذه الرحلة بسبب انشغال الملك بالتزامات أخرى بحسب متحدث باسم الدوق. وبينما كان تشارلز برفقة كبار العائلة الملكية إلى جانبه في القصر، كان الأمير هاري الشخصية الملكية الوحيدة في فعاليته التي حضرها نحو 1000 شخص، حيث حضر من جانب عائلة والدته شقيق الأميرة ديانا إيرل سبنسر. ومع كل ذلك وجد الملك تشارلز الذي عاد مؤخرا لمهامه الملكية وقتا لحضور احتفالية لابنه البكر الأسبوع المقبل بعد اختيار الملك لويليام كعقيد أعلى لسلاح الجو بالجيش، وهو الفوج الذي خدم فيه هاري حتى عام 2014، في خطوة اعتبرها متابعون خطوة توبيخية جديدة للأمير المتمرد.